أول يوم دخلت الجامعة هنا انبهرت جدا الحقيقة بكل حاجة. الجامعة مليانة أماكن طبيعية حلوة جدا. يومي في جامعة سكاريا مش ممل ومش مرهق أبدا. خلينا أعيشكم معايا التجربة وأدخلكم من باب الجامعة وأوريكم كل حتة موجودة جواها. هوريكم أماكن في الجامعة الناس اللي في الجامعة ذات نفسهم ما يعرفوش إنها موجودة. أول حاجة، الطالب يقدر يخش الجامعة بطريقتين، يا إما مشي أو مثلا بتكون راكب باص بينزلك عند أقرب مكان لكليتك. الجميل هنا بقى إن أي طالب يقدر يركب مجانا جوه الجامعة لآخر محطة. كمان في سكوترز موجودة على جنب جوه الجامعة اللي عايز يروح أي مكان. بعد كده لو مشينا شوية هنلاقي ملعب حلو جدا، في طلبة مثلا بتجري حواليه أو بيلعبوا فيه، كمان بيتعمل فيه حفلات التخرج. في الطريق بقى عشان نروح الكليات بتاعتنا أو المكتبة أو صالة الطعام، بنمشي في الطريق اللي مليان أشجار ده، أكنك في حديقة أو في غابة. تعالوا بقى أوريكم مكتبة الجامعة. المكتبة كبيرة جدا وكذا دور وكذا قاعة، والجميل جدا بقى انها فاتحة 24 ساعة طول ايام الاسبوع، ودي افضل مكان ممكن الطالب يجي يذاكر فيه او يجي يخلص اللي وراه هنا. كنت راح اصور الجامعة عادي، لقيت فعاليات حلوة قوي قلت اوريها لكم. كل فترة كده بيجي رحلات للجامعة، بيجيبوا الاطفال الصغيرين من مدارس وحضانات مختلفة بيفرجوهم على الجامعة، او مثلا لما بيبقى عندنا احتفال او معرض للكتاب في الجامعة بيجيبوهم. تعالوا اعرفكم على المبنى اللي شكله حلو ده. ده مبنى السوسم، بيندرس فيه دورات بتبقى مدتها قصيره، زي مثلا دورات اللغه الانجليزيه، ساعات في طلبه بتروح تعمل ابحاث فيه. دلوقتي بقى من قدام اهم مبنى في الجامعه كلها، مبنى صاله الطعام، اسمها اليمك هنا. يلا بينا نخش. مبنى صاله الطعام مكون من 3 طوابق. الطابق الاول فيه اماكن الناس تقعد فيها، وفي مطاعم للناس اللي مش عايزه تاكل في اليمك هنا. طبعا زي ما انتم شايفين الطابور طويل جدا، مش في كل الوقت بيبقى طابور طويل قوي كده. قربنا خلاص، هانت. تقدر تاخد ميه زي ما انت عايز عادي جدا. بيبقى في وجبتين رئيسيتين بنختار منهم. نختار ايه؟ نختار ايه؟ كفته احسن طبعا. الوجبتين واحده بتاعتي وواحده للي بتصورني. حد بقى هيقول لي هل الاكل يستحق الانتظار والوقوف في الطابور ده؟ هقول لك اه، كل يوم بيبقى فيه وجبات مختلفه ومتنوعه، والوجبات المتكامله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بخمسة ليره فقط، وطعمها حلو جدا. الجميل في الموضوع بقى ان كل طالب يقدر ياكل وجبتين خلال اليوم. اتمنى في ظل ارتفاع الاسعار وزياده عدد الطلاب اللي حصلت السنه دي ان الاكل يفضل متنوع وكويس زي ما كان. قدام اليمك هنا بقى بره في ارض كبيره كده بيستخدموها لما يبقى في احتفالات، او مثلا في الايام اللي الانشطه الطلابيه بتعرف عن نفسها. عاوز اقول لكم انه تعتبر كل حاجه موجوده في الجامعه، لدرجه ان في كوافير رجالي، كوافير حريمي، فرع بريد لو انت عايز تبعت حاجه لحد، كمان في مكاتب، استوديو للتصوير لو حد عايز يتصور، ومطاعم بتقدم اكلات مختلفه، كمان في فروع بنوك في الجامعه واي تي ام لمعظم البنوك. الجامعه فيها اكتر من كافيتيريا، كمان زي ما انتم شايفين في ملاعب مختلفه، تنس تلاقي، طايره تلاقي، سله تلاقي، كل حاجه موجوده. كمان في قعدات شكلها حلو قوي ومطل على البحر كمان. اكيد جه في بالكم امال الكليات فين؟ هوريكم دلوقتي. الكليات متوزعه في اماكن مختلفه في الجامعه. خلينا نبدا باول كليتين بنقابلهم، ودول جنب الجامع. في المبنى ده من جوه لعبه شطرنج كبيره قوي. نطلع بره بقى، ما بين المبنيين في كافيه للي حابب يقعد او يشرب حاجه. بعد كده بقى جنب المكتبه نلاقي كليه الاعلام. هصورها من كل حته معلش بقى، كليتي بقى وكده. ده مدخل الكليه، وهنا كاتبين اقسام الكليه على الجرافيتي دي. بعد كده في نازله من هنا بقى هنعدي على فروع كليه هندسه، وتبقى شايف البحر وانت ماشي. ده بقى فرع هندسه ميكانيكا، ده مبنى حاسبات ومعلومات، ده بقى غالبا يعتبر احدث مبنى كليه في الجامعه كلها، وزي ما انتم شايفين مزود بخلايا شمسيه وحاجه اخر تطور. كليه الالهيات دي بيتدرس فيها مواد زي مواد جامعه الازهر عندنا في مصر. ده بقى مبنى كليه الحقوق،
قدامها على طول نلاقي كلية العلوم السياسية. عاوز اقول لكم ان جامعة سكارية جامعة حكومية مش جامعة خاصة ولا حاجة، يعني الدولة هي اللي عاملة الكلام ده كله. ده بقى مركز اللغة اللي الطلبة الاجانب بيتعلموا فيه اللغة التركية. بالنسبة لي السنة اللي قضيتها فيه كانت ممتعة جدا، معظم المدرسين شاطرين وفي أنشطة مختلفة ويحببوك فيهم وفي اللغة وفي الدروس وفي تركيا كمان، بيتعاملوا مع الطلبة كعيلة. حابب أخص بالذكر جولتان هوجا وعايشة جول هوجا، أخدت معهم آخر مستويين، تعاملهم وشرحهم حلو، حبيتهم جدا الحقيقة. أكيد طبعا جه في بالكم سؤال دلوقتي، هل اللغة التركية سهلة ولا صعبة؟ اللغة سهلة مش صعبة خالص، زيها زي أي لغة، محتاجة ممارسة، محتاجة كتابة، محتاجة إن الشخص يتكلم بيها. المختلف فيها عن أي لغة تانية إن الفعل بيجي في الآخر، فأنت لازم تسمع الجملة للنهاية عشان تفهم. ده بقى مركز المؤتمرات وبيبقى فيه محاضرات ومؤتمرات وحفلات التخرج. خلينا أوريكم حبة من الحفل الختامي بتاع السنة التحضيرية بتاعتي. خلينا أوريكم شوية أماكن في الجامعة وقت الغروب بقى. الجامعة من حلاوتها تحب تقعد فيها الصبح وبالليل وكل حاجة موجودة، مش محتاج تطلع برا. أتمنى تكون الجولة عجبتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كومنت. كمان شارك الفيديو مع صاحبك اللي مهتم بالدراسة في تركيا، وريه شكل الجامعة عاملة ازاي. لو عندك سؤال اسألوني في الكومنتات وانا احاول اجاوب عليكم ان شاء الله. بس انا كده خلصت، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.